أفحص الهيئتان الرئيسيتان للهكسان الحلقي سيكلوهكسان والتي تسمى تكوينات الكرسي والقارب. هنا لدينا الصيغة البنائية للسايكلوهكسان وفيه استخدمنا نظام الشرطة والإسفين لتمثيل الهيدروجين. إذن إذا قلنا هذا الكربون رقم واحد هنا عندها هذا سيكون كربون اثنان وهذا كربون ثلاثة وهذا الكربون أربعة وكربون خمسة ومن ثم كربون ستة. وإذا فحصنا هذه الكربونات الستة تبدو كأنها في نفس المستوى السداسي، يبدو كأن كل هذه الكربونات مسطحة وعلى أرض الواقع هذه الهيئة ليست التكوين الأكثر استقرارا للسايكلو هيكسان أبدا، هي تبدو أكثر كالهيئة أسفل هنا والتي تسمى تشكيل الكرسي chair conformation، والطلاب أحيانا يجهلون سبب تسمية هذا بتكوين أو تشكيل الكرسي. إذا نظرنا إلى الجانب منه يمكن رؤية أننا قد نحصل على شيء كهذا، وعندما نصل إلى الرأس أو القائمة على الظهر ترون أن هناك مكان لرأسي ومن ثم لمعظم جسمي ومن ثم مكان لقدماي. هذا التكوين الذي يبدو بهذا الشكل يسمى تكوين الكرسي. إذن هذا هو تكوين الكرسي chair conformation للسايكلوهكسان. لنرقم الكربونات نفس الشيء كما فعلنا هنا، لنقول هذا هو الكربون رقم واحد وهذا الكربون الثاني هنا وكربون ثلاثة وكربون أربعة كربون خمسة وكربون ستة. وأعتقد أنهم الأسهل رؤية أن الكربونات ليست مسطحة، فهي عمليا في الأعلى والأسفل بالنسبة لبعضها البعض، وهذا أسهل لتخيله لو كان معكم نموذج الذرات الآن وشكلتم منه تشكيل الكرسي هذا. لنفحص ما هو الموصول مع الكربون الأول. حسنا، لدينا هيدروجين خارج باتجاهنا هو للأعلى بالنسبة للمستوى من الحلقة. إذا نظرنا للكربون رقم واحد فإن هذا الهيدروجين يظهر للأعلى بالنسبة لمستوى الحلقة، سيكون مباشرة للأعلى بالنسبة لمستوى الحلقة، سيكون عمودي على هذا السطح من المستوى، ونسمي هذه التفرعات المحورية أكسيال، بالتفرعات المحورية أكسيال. إذا كان باتجاه الأعلى أو الأسفل فيسمى حينها محوري. وإذا نظرنا للكربون الثاني يمكن رؤية أنها لدينا هيدروجين مباشرة للأسفل، إذن هذا هيدروجين محوري، الكربون الأول للأعلى، الكربون الثاني للأسفل، والكربون الثالث للأعلى، الهيدروجين المحوري عند الكربون رقم أربعة هو للأسفل، الكربون الخامس للأعلى والكربون السادس للأسفل. يمكن ملاحظة هذا للأعلى وللأسفل. الهيدروجينات الأخرى، نحن نتحدث عن الهيدروجينات، ستكون استوائية، لنكتب هذا إكواتوريال، إذن استوائي، هذه الكلمة مشتقة من خط الاستواء. عند الكربون الأول يجب أن يكون هذا هو الهيدروجين الاستوائي، يمكن رؤية أن هذا ليس للأسفل بالنسبة للحلقة والأعلى هو الأسفل بالنسبة لمستوى الحلقة. إذن هذا الهيدروجين هو ذلك الهيدروجين هنا على نظام الوتد والشرطة. إذا كنا بالأسفل عند الكربون رقم واحد سنكون في الأعلى عند الكربون الثاني، وعند الكربون الثالث سنكون في الأسفل مرة أخرى، وعند الكربون الرابع في الأعلى، والكربون الخامس للأسفل، والكربون السادس للأعلى. حسنا، الآن لدينا كل الهيدروجينات لتكوين الكرسي للهكسان الحلقي. لنفحص إسقاط النيومان لتكوين الكرسي، إسقاط النيومان بحيث نرى استقرار الجزيء يبدو بشكل أفضل إذا حركت رابطة الرابط الكربون اثنان ثلاثة أو الكربونات اثنان ثلاثة، وسأمد هذا الخط بهذا الشكل، بنفس الوقت سأحرك رابطة الكربون خمسة ستة هذه. إذن سأمد الخط بهذا الشكل وبنفس الوقت نحرك رابطة الكربون اثنان وثلاثة. إذن أعيننا ستكون هنا وننظر للأسفل. إذن لنبدأ من الكربون خمسة وهو ما نراه بالبداية، وهذا سيكون كنقطة على إسقاط النيومان بهذا الشكل. ما الذي يرتبط بذلك الكربون؟ حسنا، هناك هيدروجين باتجاه الأعلى، سأضع الهيدروجين باتجاه الأعلى هكذا، ومن ثم لدينا هيدروجين باتجاه الأسفل في اليسار. إذن هذا سيكون للأسفل من اليسار بالنسبة لإسقاط النيومان، ومن ثم
ومن ثم الكربون رقم 5 موصول مع الكربون هذا، وهذه الرابطة تصير لأسفل اليمين. إذا لأسفل اليمين من الأسهل رؤية هذا عندما يكون النموذج أمامكم. وإذا كنا ننظر للأسفل عند الكربون الثالث، حسنا هذا الكربون الثالث، هنا ما الذي موصول به؟ لدينا الهيدروجين باتجاه الأعلى، إذا هنا الهيدروجين باتجاه الأعلى والهيدروجين باتجاه الأسفل، أسفل اليمين على إسقاط اليومان. ومن ثم الكربون الثالث أيضا موصول مع الكربون الرابع، وهذه الرابطة باتجاه أسفل اليسار، ومن ثم يتم ارتباطهم بهذا الشكل. والآن عند الكربون السادس وهو هنا، وهو هذا الكربون هنا الذي لا يمكن رؤيته، إذا في إسقاط نيومان نمثله بهذه الدائرة، نعلم أنه بالضبط خلف الكربون الأمامي بهذا الشكل. وما الذي موصول مع الكربون رقم 6؟ حسنا هناك هيدروجين باتجاه أعلى اليسار، حسنا لأعلى اليسار هناك هيدروجين باتجاه الأسفل، الهيدروجين الاستوائي باتجاه الأسفل، إذا هذا هو. والكربون رقم 6 موصول مع الكربون رقم 1 وهذا باتجاه الأعلى من اليمين، إذا لأعلى اليمين بهذا الشكل. ومن ثم نصل للكربون رقم 2، إذا هو سيكون دائرة بهذا الشكل. لدينا الهيدروجين يسير باتجاه الأسفل، حسنا الهيدروجين المحوري باتجاه الأسفل، ولدينا هيدروجين باتجاه أعلى اليمين، حسنا هيدروجين لأعلى اليمين. ومن ثم الكربونات، الكربون رقم 2 موصول مع الكربون رقم 1 باتجاه الأعلى من اليمين بهذا الشكل. هذا هو مسقط أو إسقاط نيومان لتكوين الكرسي الهكسان الحلقي، سيكون سايكلو هكسان. يمكن رؤية لما هذا التكوين مستقر، أو تكوين مستقر جدا، لأن كل شيء منفرج، كل الهيدروجينات منفرجة، وهذا يعني أن الطاقة هنا منخفضة. إذا هذا أكثر تكوين مستقر للسايكلو هيكسان. لنفحص الآن، لنفحص تكوين القارب للسايكلو هيكسان. هنا لدينا هيئة القارب، هيئة الكرسي يمكن أن تتحول إلى هيئة القارب، وسنتناول كيف نفعل هذا في الفيديو التالي. الآن لننظر إلى هيئة القارب ونرقم الكربونات ونضع بعض الهيدروجينات هنا. حسنا إذا كان هذا الكربون رقم 1 سيكون هذا كربون 2، وهذا كربون 3، وهذا كربون 4، كربون 5، وكربون 6 هنا في الخلف. نضع الهيدروجينات، هذه هي الهيدروجينات، لن نقلق كثيرا بشأن الهيدروجينات المحورية وكل ذلك، لنضعهم هنا ولنحاول رسم إسقاط نيومان لهيئة القارب للسايكلوهيكسان. لنكتب هذا تكوين القارب بوت كونفورميشن، يبدو نوعا ما كالقارب. وإذا كنا سنحرك رابطة الكربون 2 و3 مرة أخرى، سنحرك رابطة الكربون 2 و3 للأسفل بهذا الشكل، حسنا. وبنفس الوقت سنحرك رابط الكربون 5 6، إذا سنحرك رابطة 5 و6 بهذا الشكل، وستكون أعيننا هنا وسنرسم ما نراه. حسنا إذا لنبدأ بالكربون 5، هنا ستكون هذه النقطة، إذا هذه النقطة لنرى ما الذي موصول بهذا الكربون. حسنا هناك هيدروجين باتجاه الأعلى واليسار ولليسار، إذا سأرسم هذا الهيدروجين باتجاه الأعلى ولليسار، هناك هيدروجين باتجاه الأسفل موصول مع الكربون 5، وكربون 5 مرتبط مع كربون 4، هذا الهيدروجين باتجاه أعلى اليمين، إذا لأعلى اليمين. لننظر للكربون رقم 3، الآن هو أيضا لديه، أيضا لديه هيدروجين باتجاه الأعلى، هذا لأعلى اليمين، إذا الهيدروجين، إذا الهيدروجين باتجاه أعلى اليمين، وهيدروجين مباشرة للأسفل، إذا هذا الهيدروجين باتجاه الأسفل، ومن ثم هذا سيكون مرتبط مع الكربون 4، إذا سيكون لأعلى اليسار هنا في إسقاط نيومان. الآن لننظر إلى الكربون رقم 6 وهو خلف الكربون رقم 5، لنرسم الكربون رقم 6 في إسقاط نيومان. هذا أيضا لديه هيدروجين باتجاه أعلى اليسار، إذا هذا لديه هيدروجين لأعلى اليسار، وأيضا لديه هيدروجين باتجاه
الأسفل. هذا الكربون موصول مع الكربون رقم واحد وهو باتجاه أعلى اليمين، إذن سيكون باتجاه أعلى اليمين، أعلى اليمين بهذا الشكل. ننظر إلى الكربون رقم اثنان الآن. الكربون رقم اثنان لديه هيدروجين باتجاه أعلى اليمين، إذن لنرسم الكربون رقم اثنان، ومن ثم الهيدروجين باتجاه أعلى اليمين، ومن ثم هيدروجين للأسفل بهذا الشكل، ومن ثم كربون اثنان، كربون اثنان موصول مع الكربون واحد، وهذا يكون باتجاه أعلى اليسار، وها هو إسقاط نيومان للسايكلوهيكسان في هيئة القارب. الآن يمكن رؤية أن هناك خسوف لكل شيء، خسوف لكل شيء. إذا إسقاط نيومان هذا فيه خسوف بالمقارنة مع هيئة الانفراج هنا. إذا نعلم أن هيئة الخسوف ستكون ذات طاقة أعلى، ولهذا فهي أقل استقرارا، بينما إسقاط نيومان المنفرج هذا هنا يعني أن هيئة الكرسي هي أكثر استقرارا. بالإضافة لهيئة الكرسي، لهيئة الخسوف آسف، هناك شيء يدعى فلاج بول. الهيدروجينات تأثير الهيدروجينات هذا في هيئة القارب تظهر نوعا ما قريبة لبعضها، وبالطبع مما يجعل التكوين هذا أقل استقرارا أيضا. لا توجد أي تأثير لسارية العلم في تكوين الكرسي. إذا لكل هذه الأسباب هيئة الكرسي هي الأقل في الطاقة وهي الأكثر استقرارا. في الفيديو التالي سنرى كيف يمكن تحويل هيئة الكرسي إلى هيئة القارب أو العكس. نراكم.